السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجسير وحنا نكتب قادة دون برامج كنن. مناسبة عيد الفطر جاية سيدا يقعد عند جود همبا. حروت مقال ما حد قبل كساحل بربرا يسيد اللوجت كده سلا داسي. يقولي بقول بديه مسؤولين تو. أهل كاسيو جسوا شديد عند دوينها يسلا دكرا قب جلان. سيدا كله وحنا نكتب برامج كنن عيد كسر قادة دونا. سلامها عيد الفطر جاية يقولي بدكوا. سلامو يا هذا الله فرح دي أي كتير تو أي هو ده عمرين يان قرابته دي هلا ده دملك استوى يشوفان برنامج كاسينا وهذه سودي ياريان وها بطار عبد الرحمن محمود نجسي الله حي اللي هاي نجسي هبون صدق وعده ونزر عبده وأعزى جنده وأهزم الأحزاب وعده وعلى أنصار سيدنا محمد عملك كوي لينجحشرة وهو أرجع إلهي الله ينقيه له عملك هذا كوي أتكيست الله ينقيه له ولا ليال سيدو درانسنا هاي هذا الكبدين مايو لبا قدم بانكوسو كوي قدم ككوبار ومعصية بلا بنت عيد الفطر إذا أما عيد عرفها مركل سو شيطانك ما أنت وحيدا ما أنت شعار بوليو كنت قال قرا ما أنت وحنا يا واعيد واعيد قيل وعيد ملك استقبل وعيد بورها فول وعيد وحلال وحي الحلال ييهم سيدا دراديد شعار كشيطان كوعيد وحو البصمة عن سكيل عالم أرنت اللباد يعني يدنا ولا ليل وحكة المامية وحو يبشي رمضان بركيسني مقال لدينا بربرا وحينو قب صومي مركينو اغنى الدين عدين تا لح الرماد أما شن الرماد أو شن تبقى خير فربنا إليه ما حد إذا بلاده وحنونا قينا بعد الله تبارك وتعالى وعن إله ورجينا إنه عمل كبر خيسا قولي قرب كرسي دولتنا وقوه الرئي برا سابق قول كي يمير لح لا قضب وحوي واك كوبات مساجد صدح دبق باسمه صلى الله تلقى لي ودبقي وهو سيئي او مكيفات كيسي يقبو كيسي لانو ينوهر قلو ايا ايضا قضب كالكوبات وياي وعلاقا هوصل لغاية حرمتا قبل كوست ايضا وانكا سعونا ايضا اسميسو الهي فضل كيسا ربي باينو تسورتا قليي انك يبحيي ايه مساجد كاقود ايقين وحينو لانا ايه عمل كيسا الله بركيه مير كما قال هذا ودلك هول قلينا وحن الله أنها يوبحيينا إلى هاي عربتي سا يا عمر قيسا ما الله أقول له أرنت الله ما دوحة وهي إيادنا وحي نوهر قلي وبشي رمضان نفتيدي ملجأ الأيتام حرون أقومها
أقومها لو حنا نين يو وما كلمون وحكلي يعني تسوكر سنة صلاة يعني دي كسيدو بدحورينا جمهورية الصومال الآن يو دعاء نزيد دعاء نور لنا إلهي رمضان تنا إحنا قبلو إلهي رمضان تنا إحنا قبلو سنة نسوكر نمدول بلا إحنا قبلو إلهي رحمات خير قبلنا إحنا سيو صلاة بنوك إحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غرى والآخرة خير لك من الأولى. waxay inoo yeegina iyadoo maanta laga soo dareeray salaadii ciid fidriga ee ay saaka dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbara ay isku soo baxeen garoonka bursade oo ah garoonka ay dadka ugu badan ay ku tikadaan salaadii ciida wala inoo yeegna hadaba dadkaasi oo ay wajigooda farxad aad u badan ay ka muuqato bal ciidda ay halkan iyaguna ay salaamo kala duwan ay u mariyaan bismillaahir rahmaanir rahiim wa bi nasta'iin ala amuri dunyaa wa tiin magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Suleyman Jaamac horta ilaahay ba mahadle madamo waynu kasoo gudubnay Ramadaan soonkii falalka ahaa ee Ilaahay ina faray inaga oo sidii waajibku ahaa u gudanay saakala halkan ku tukanay salaadii ciida waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin Ilaahay wax lagu mahadiyo weeyaan waxaan aan muslimiinta dhamaan meel kasto ay joogaan u direynaa salaan sidii salaalka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay Ilaahay dambigeena horba ha dhaafo farxad iyo ciid ku ciida subax xafada Ibraah Sheekh kale ciid waxaan salaamayaa dadka islaamka ah ee salaadda ku wada tukaday kadib waxaan salaamayaa ummada islaamka ummada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil ciid mubaarak baan leenahay Ilaahayna soonteenahay naga aqbalo Allahu akbar Allahu akbar salaamayaa dadka reer Soomaaliland aniga ugu hambalyeynaya farxadda ciid ee fidriga ee Ilaahay subxaana wa ta'ala anahay naga aqbalo amalkii soomka ahaa ay soo rabay bisha Ramadaan taqabbal Allahu minna wa minkum ciid ciidada Ilaahay nuu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo saahil de xagii iyo dumar intii doonayaan ha ahaadeen mudo iyo marwooyin dhalinyaro iyo waayeel dadka maanta halkay isugu yimid culimaawdiin iyo dhamaan ilaa madaxda gobolka ilaa ta degmada ayaan waxaan u direynaa salaam ballaaran oo ah Ilaahay idimkiisa aynu mahadu intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena si aynu ku eegineysay munaasabadda ciid ee guud ahaan sida ay uga dhacday xarunta gobolka Saaxil ee Barbara iyo waliba dadweynaha ka qayb qaadanayay salaantaasi waa ay wajiyadeeda ka muuqatay farxad aad u badan barnaamijkaasina waxa idin la socodsiinayaa anigu ah Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud barnaamijkaasi barnaamij shamada inta aynu ku kulmi doono waxaan idin ka tagayaa ciid mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh